اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين، هذه تغطية اخبارية لاخر المستجدات والاخبار على مدى ساعة تقريبا. اهلا بكم. في خطوة كبرى على طريق التنمية افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا عددا من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء، من ضمنها المحطات الثلاث العملاقة الأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وفي بني سويف والبرولوس، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، وهي تعد الأضخم من نوعها في العالم. عبر منظومة متكاملة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، نجحت مصر خلال 4 سنوات من مواجهة التحديات القوية التي كان يواجه هذا القطاع، حتى باتت الدولة تحقق فائضا في إنتاج الكهرباء، ما ساهم في خلق فرص استثمارية جديدة والمضي قدما في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية. وإلى جانب تلك الإنجازات يأتي دخول 3 محطات جديدة الخدمة، وهي محطات العاصمة الإدارية الجديدة والبرولس وبني سويف، لتضيف إنجازا جديدا لقطاع الكهرباء، ما يساهم في توفير 1.3 مليار دولار من استهلاك الوقود سنويا، إذ تنتج محطة بني سويف ضعف إنتاج السد العالي من الكهرباء. المشروع يعتبر نقلة حضارية بالنسبة لمنطقة الصعيد، لأنه هيضيف قدرة مقدارها 4800 ميجا وات، دي بتساهم في التنمية وبناء مستعمرات جديدة وبناء مصانع جديدة، يدي يخلق فرص عمل للمنطقة بالكامل. كما تعد محطة البرولوس المقامة على مساحة 280 فدانا الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 5000 عامل، وهي تساهم في العملية التنموية والاقتصادية للدولة. المحطة بتاعت البرولوس قدرتها 4800 ميجا وات، هتضخ في الشبكة القومية للمصرية، يعني شبكة التحكم القومية، بتعادل حوالي 15% من إنتاج الطاقة المولدة في الجمهورية إن شاء الله. والمحطات التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليارات دولار تعمل بقدرة إنتاجية 14.4 ألف ميجا وات، واستغرق تنفيذهم 66 مليون ساعة عمل، كما بلغ إجمالي عدد العاملين بهذه المشروعات 19 ألف عامل. ولتفريق قدرات التوليد المولدة من مشروعات إنتاج الكهرباء الثلاثة على الشبكة القومية للكهرباء، تعاقدت الدولة مع شركة سيمنز وشركائها المحليين لتنفيذ 6 محطات محولات جهد 220 على 500 كيلو فولت باستثمارات بلغت 238 مليون يورو. وتسهم تلك الإنجازات في منظومة الكهرباء لتحقيق سعي الدولة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا وجسرا للطاقة بين دول الشرق الأوسط وأوروبا. انضم إلينا هاتفين الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن أهلا بك. وهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح غدا عددا من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء، طبعا من ضمن هذه المشروعات كما تحدثنا في التقرير منذ قليل المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم. كيف تبدو التفاصيل هنا وأهمية هذه المحطات في أنها يعني تضع إنتاجا جديدا للكهرباء في مصر؟ تحياتي لحضرتك يا فندم، تحياتي للمشاهدين الكرام، وتحياتي لشعب مصر كله بالمشروعات وحزمه المشروعات اللي بتتم على ارض مصر وخاصه في الطاقه الكهربيه، ودي بتحقق يعني رؤيه سياده الرئيس من اول يوم تولى القياده السياسيه في مصر، من ان مصر او الطاقه هي امن قومي، وبالتالي يعني ال3 محطات زي ما حضرتك اشرت هي إضافة للقدرات الخاصة بالطاقة الكهربية، من تأمين للتغذية الكهربية الموجودة، من تلبية كل احتياجات اللي موجودة، أعلى كفاءة موجودة على مستوى العالم. كمان في نفس الوقت دي بتساهم في أن يعني وصول الاحتياطي حوالي 25% من الاحتياجات للطاقة الكهربية داخل مصر. بنتكلم على أن احنا في خلال 4 سنوات فقط تم إضافة 25 ألف ميجا، من ضمنهم طبعا محطات سيمنز. التعاون بيننا وبين الجانب الألماني طبعا ده يعتبر برضو استفادة من الخبرة الألمانية. في شيء مهم كمان بالإضافة لإضافة القدرات الكهربية للشبكة القومية لمصر، هو كمان يعني كوادر مصرية بتستفيد من الخبرة الألمانية المعروفة عالميا، وبالتالي بتعتبر يعني كوادر. دكتور أيمن، يعني الكوادر المصرية اللي بتستفاد من الخبرة الألمانية، هل
بتسافر التي تحصل على دورات تدريبية في ألمانيا، ولا هنا الخبراء الألمان نفسهم في الشركات المختصة بالكهرباء وخاصة شركة سيمنز بيعطوا دورات متخصصة لهؤلاء في القاهرة؟ بالاثنين يا فندم، بالاثنين. يعني في طبعا دورات في ألمانيا، وهنا أيضا كمان في احتكاك مباشر لسواء التنفيذ والتشغيل والصيانة، ودي تعتبر يعني رجوع لمصر، أو يعني طبعا تدعيم لمصر تكون بيت للخبرة الأجنبية والخبرة المحلية طبعا على مستوى المنطقة كلها، وخاصة في موضوعات الصيانة طبعا دي مهم جدا. طبعا، لأن خاصة أن برضو من ضمن الاتفاقيات مع الجانب الألماني خاصة برشة البنات والصيانة الخاصة بها، ودي تعتبر برضو يعني بدلا ما الدول الجوار ان هم يبعتوا لصيانة التربينات او ريش التربينات الالمانية لألمانيا، اصبح ان يعني هنا هو موجود في مصر خلاف الخبرة، لا ده كمان في ورش على اعلى مستوى موجودة لصيانة هذه الريش. يعني دائما احنا كنا نعرف طبعا دكتور ايمن ان يعني السد العالي هو المنتج الكبير للكهرباء، لكن يبدو ان هذه المحطات يعني تنتج أضعاف ما ينتجه السد العالي من كهرباء، وهذا هو الجديد. يعني مثلا عندما نتحدث حول محطة بني سويف لوحدها بتنتج أضعاف إنتاج السد العالي من الكهرباء. إحنا السد العالي فندم هو بينتج حوالي 2100 ميجا وات، لما بنتكلم على إجمالي 14400، يعني تقريبا 7 أضعاف ما ينتجه السد العالي. بالإضافة إلى جزء مهم حضرتك يعني ضربت مثال بني سويف، ده مثال مهم جدا، وهو ان هو تدعيم للجزء الصعيد، يعني مش بس الصعيد بيعتمد، يعني مش بس فقط محطة بني سويف هتضخ او يعني تساهم في وجود كهرباء او انتاج بني سويف بس، لكن في محافظات الصعيد. طبعا ده شيء مهم جدا، يعني بس يعني بدل ما يبقى الاعتماد على السد العالي في تلبيه تبقى المحطة مساعدة. طبعا ده مش مساعدة بس، ده 4800 ميجا. طبعا هو برضو للتوضيح، هو معظم الكهرباء اللي بتوصل هناك في الصعيد، طبعا في محطات اخرى، في محطات في اسيوط، في محطات دلوقتي حاليا في بني سويف، وان شاء الله في المستقبل ان شاء الله تكون في محطات اخرى تدعم التغذيه الكهربائيه في المشروعات التنمويه المتوقعه ان شاء الله في الصعيد. بالاضافه الى جزء مهم، وهو كمان يعني تدعيم شبكه النقل بمحطات محولات جهد فائق، برضو بتخدم الصعيد وبتخدم الشبكة القومية بصفة عامة في مصر، وبتخدم حاجة مهمة جدا، وهو الربط بيننا وبين دول جوار، بحيث ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة. وده يعني كده انت جداً بتحول يعني مصر زي ما قلت دكتور ايمن لمركز وجسر للطاقة ما بين دول الشرق والاوسط واوروبا كمان في نفس الوقت. ده بالفعل تأكيد لكلام حضرتك، مش بس يعني بين الشمال والجنوب، عندنا مشروعات مع قبرص ويونان، عندنا مشروع مع السودان، عندنا مشروع ده شمالا وجنوبا، شرقا مع السعودية وفي الأردن، وغربا مع ليبيا. ده يعني سواء في خطوط بالفعل موجودة للربط بيننا وبين مثلا الأردن وبين ليبيا، ولكن في دراسات لزيادة في هذه القدرات، في مشروعات جاري تنفيذها أو يعني ان شاء الله على 2021 مع المملكه العربيه السعوديه يكون اكتمل تنفيذها، في مشروع مع السودان في الجنوب، وبالتالي ربط مع الاشقاء الافارقه بحوالي 200 ميجا وات، ومتوقع منتظر ان هو يزيد مع اوروبا بقى، وحضرتك اشرت كده مع الجانب القبرصي واليوناني لتبادل حوالي 2000-3000 ميجا وات. يعني لا، هي مشروعات بتؤدي في الاخر ان انت ممكن تصدر طاقة كهربية، وبالتالي يبقى في دخل موجود. بالاضافة يعني مش التصدير مش هيجي الا بعد ما حضرتك اطمئنيت ان انت عندك من الاحتياطي المحترم الذي يلبي كل الاحتياجات، وكمان ممكن هو يديك فرصة للتصدير. طبعا ده بيجي من المشروعات ضخمة زي مشروعات سيمنز. هنا طبعا ده يعني بيؤدي الى يعني هذا الفائض طبعا في الانتاج الكهربائي، يعني نقطة مهمة جدا دكتور ايمن، انه يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وده بيساعد على ان الدولة تمضي في خطتها الاصلاحية، يعني الدولة تمشي في تحقيق الاهداف التنموية من خلال خلق فرص استثمارية جديدة. ده هو المهم اللي احنا عايزينه. ده مهم جدا، نقطة مهمة جدا، ويمكن
يعني سيادة الرئيس لما من أول يوم ما تولى القيادة السياسية في مصر ووضع الطاقة هي أمن قومي ليه؟ لأن هي ديت أي مشروعات تنموية، أي استثمارات، أي اقتصاد، أي مستثمر عشان يحط فلوسه في أي بلد لابد أنه يطمن أن عنده من الكهرباء اللي هي تغذيله كل الفار بتاعه والصناعات بتاعته. فبالتالي يعني تأكيد لكلام حضرتك، أول حاجة أن أنت بتدعم الاقتصاد المصري بالمشروعات بالاستثمارات سواء في قطاع الطاقة، لأن في يعني اهتمام كبير جدا من الجهات التمويلية من المستثمرين الأجانب ان هم يستثمروا في قطاع الطاقه سواء طاقه قطاع ثقيل قطاع ثقيل طبعا واستثماراته ضخمه. طبعا وكمان مهتمين يعني في اهتمام كبير جدا جدا بالطاقه المتجدده. عندنا في مصر يعني حباها الله بامكانيات ان هي ممكن تنتج حوالي 90,000 ميجا وات من الطاقه المتجدده، ده زي الطاقه الشمسيه مثلا وطاقه الرياح وغيره اللي هو الطاقه الغير ملوثه للبيئه. مظبوط. احنا بالامس القريب كنا يعني كان في تدشين ل بعض المحطات في بنبان والطفره اللي بتشهدها منطقه بنبان ان شاء الله متوقع ان شاء الله بالغد ان شاء الله يبقى في افتتاح لمحطات المحاولات الضخمه برضو اللي موجوده في منطقه بنبان، في محطه جبل الزيت برضو دي محطه عملاقه اكبر محطه انتاج طاقه كهربائيه من الرياح 580 ميجا استثمارات حوالي تصل ل 12 مليار جنيه. صحيح. بالاضافه الى يعني في خرائط جاهزه لكل المستثمرين او لتشجيع التوسع في الطاقات المتجدده. جميل. في استراتيجيه واضحه يا فندم للتوسع سواء في الطاقه بصفه عامه او الطاقات المتجدده بصفه خاصه. هنا بتكلم دكتور ايمن حمزه على ان يعني عندنا دلوقتي محطه طاقه شمسيه بنبان في ضراو في اسوان في جنوب مصر، عندنا في بني سويف برضه في منتصف الصعيد، في البرولوس في الوجه البحري، والبرولوس يمكن من اكبر المحطات المقامه على مساحه 280 فدان وتعتبر الاكبر من نوعها في يعني منطقه الشرق الاوسط. هنا بنتكلم على توفير الطاقه طبعا بكافه انواعها، في نفس الوقت ازاي انها يعني بتوفر فرص عمل، يعني برولوس بنفسها بيعمل بها اكثر من 5000 عامل، وتقيس على ذلك بني سويف وبنبان وجبل الزيت، يعني بمعنى انك تحرك يعني الايدي العامله والكوادر البشريه. ده شيء مهم جدا، بالاضافه اللي حضرتك اشرت اليه ده شيء مهم طبعا، بالاضافه الى العماله اللي بيتم تشغيلها في اثناء الانشاء واثناء التنفيذ. يعني شركات المقاولات يعني وغيره اللي بتعمل المشروع طبعا دي. بالتاكيد بالتاكيد، يعني عايز اقول لحضرتك ان يعني سواء في بنبان طبعا او لو بنتكلم على محطات سيمنز يعني في حدود تقريبا من يعني 8000 تقريبا عامل 8000 ونص 8500 عامل يوميا اثناء يعني العمل الانشاء والعمل اللي موجود وضخامه العمل اللي موجود يعني وكمان في نفس الوقت يعني عشان يبان مدى الانجاز اللي تم لما الثلاث محطات بالقدره الكبيره ديت تتم في اقل من 3 سنوات، ده بكل المقاييس اعجاز، ده مش هيجي الا بالسواعد المصريه بالعماله المصريه بقد ايه كم العماله اللي تمت سواء اللي قامت بالشغل سواء في الانشاء او زي ما حضرتك اشرت طبعا في التشغيل بعد كده والصيانه ورفع الكوادر الخاصه بيها. بالتوفيق دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، كنت معي عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. فاصل قصير ياتيكم الان، بعده نعود لكي نستكمل معكم هذه التغطيه لاخر المستجدات، انتظرونا. اهلا بكم من جديد. ثوره 23 يوليو عام 52 كانت مرحله فارقه حقيقه في تاريخ مصر القديم والمعاصر، لذلك تحتفل مصر بالذكرى 66 لثوره 23 من يوليو، هذه الثوره التي قامت على عده مبادئ اساسيه، وهي 6 مبادئ بالتقريب غيرت بها وجه الحياه في مصر، بل وضعت مصر ايضا على خريطه السياسه الدوليه، ساهمت في رسم شكل مصر الحديث، وأيضا ساهمت في دفع الثورات في المنطقة العربية وخاصة في القارة الأفريقية،
وفي أمريكا اللاتينية. سنتحدث معكم كيف ساهمت هذه الثورة في رسم شكل مصر الحديث أيضا وشكل المنطقة العربية الأفريقية، مع ضيف الاستوديو الكاتب والصحفي والمؤرخ العسكري الأستاذ محمد الشافعي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا فندم. قبل أن نخوض في التفاصيل نشاهد هذا التقرير ونعود مرة أخرى لكي نتحدث حول هذه الثورة المباركة. غيرت ثورة 23 من يوليو عام 1952 وجه الحياة في مصر بل والوطن العربي بأكمله، واعتبرها المحللون واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث بما حققته من أثار سياسية واقتصادية واجتماعية. حددت الثورة إطارها للعمل الداخلي في 6 مبادئ، وهي القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع ومساوئه، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وتكوين جيش وطني قوي، وترسيخ حياة ديمقراطية سليمة. كانت هذه النقاط منهاج عمل التزم به رجال الثورة وأتت ثمارها وآثارها بإنجازات باهرة. كانت النهضة الاجتماعية إنجازا أيضا لثورة يوليو، والتي طبقت برنامجا ضخما لتحقيق العدالة الاجتماعية، فوضعت تشريعات كثيرة من أجل زيادة نصيب الفرد من الخدمات وإتاحة تكافؤ الفرص في التعليم والثقافة، وتم تطبيق مبدأ التجنيد الإجباري ليكون اللبنة الأولى في تكوين جيش وطني يحمي الوطن من أي اعتداء خارجي. ومع حلول الذكرى 66 لثورة يوليو المجيدة، تبقى الثورة علامة بارزة في تاريخ الوطن ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات هامة وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة. إذن مرة أخرى نتحدث معكم حول هذه الثورة المباركة وكيف أنها أحدثت حراكا في الحياة السياسية في مصر، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، وأيضا امتد أثر ثورة 23 يوليو 52 إلى يعني كافة الدول وخاصة الدول الإفريقية والدول العربية أمريكا اللاتينية. نعود مرة أخرى في الاستوديو مع ضيفي الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد أهلا بك مرة ثانية. يعني نتحدث حول كيف أن هذا المشروع المهم ثورة 23 يوليو 52 وكيف أنه أحدث حراكا في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية في مصر، بل غير وجه الحياة بالكامل في مصر وامتد إلى الدول المجاورة. الحياة اللي حضرتك بتتكلم فيها يا أستاذ حسني محتاج يعني ساعات طويلة جدا، لكن دعنا نختصر ما استطعنا إلى الاختصار سبيلا كما يقولون. يعني طبعا ثورة يوليو جاءت ولديها مشروع واضح المعالم. هذا المشروع اتضحت معالمه بعد أيام قليلة جدا من قيام الثورة. أولا يجب أن لا نغفل أنها هي الثورة البيضاء الوحيدة التي لم يرق فيها قطرة دم واحدة، إذا قرناها بالثورتين الكبيرتين اللتين سبقتها، الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية ظلت لعشر سنوات كاملة تسبح في دماء ثوارها وأعدائهم وخصومهم، عشر سنوات من الإعدامات التي لم تتوقف. الثورة البولشفية الروسية 1917 ظلت يد أخرى لسنوات طويلة تسبح في دماء القيصر وعائلته وأتباعه وعاشيته. الثورة المصرية هي الثورة الوحيدة التي لم يرق فيها قطرة دم واحدة، بل إن الملك المخلوع خرج في مراسم وداع رسمية وعسكرية وسط حراسة وحرس شرف، ويعني شيء من التقدير الذي لم تعرفه الثورات من قبل. الثورات تأتي لكي تثور على ما قبلها ويعني تزيل إزالة كم. الثورة المصرية بقيادة زعيم الخالد جمال عبد الناصر بعد 48 يوم فقط يا أستاذ حسني، 48 يوم، يعني دي مسألة لا وقت لا زمن، كان بيطلع قانون الإصلاح الزراعي الأول. صحيح. قانون الإصلاح الزراعي الأول طلع 9/52 9 سبتمبر، واختيار اليوم له دلالة، هذا يوم وقفة عرابي أمام الخديوي وتوفيق. العرابي الفلاح ابن الفلاحين، فهذا إعادة اعتبار للفلاح المصري وإعادة تقدير للفلاح المصري أن وقفتك لن تضع هباء وأنك تعود لكي تمتلك أرضك، لأنه الأرض المصرية يعني الذين يقولون أنه عبد الناصر سطع على أرض أراضي الأغنياء الإقطاعيين، هذا ليس صحيحا. عندما جاء محمد علي إلى حكم مصر 1805 كتب كل أراضي مصر بكاملها باسمه، ثم بدأ في توزيعها 20% للملك، 20% للأسرة الملكية، 20% للحاشية، 20% للأثرياء، وكلها هبات ملكية. هنا جاء الاحتكار. ثم لما جيت بقى عبد الناصر بيعيد توزيع هذه الثروات،
وكمان بيدفع لاصحاب الاراضي اللي هي الثمن اللي كان موجود اللي هو 7 أمثال الضريبه الزراعيه في ذلك الوقت. فكل فلاح حسب احتياجاته خد من 2 إلى 5 فدان. الشهر اكتوبر 52 يعني برضو بعد اقل من شهر من الصلاح الزراعي كان هناك قانون اخر ربما يعني في نفس اهميه الصلاح الزراعي اللي هو عدم الفصل التعسفي للعمال. الذين سبقونا من الاجيال السابقه قبل ثوره يوليو كان يذهب الى عمله في الشركه او المصنع فيقال له ما عندناش النهارده خلاص خلص يتقطع ايده يتقطع رقبته ملوش تعويض. فجي عبد الناصر وعمل عدم الفصل التعسفي للعمال، العامل صاحب حق في عمله ويفصل او تنتهى خدمته بالقانون. فانت عندك مشروع للعداله الاجتماعيه صحيح. اللي هو ومن انت شفت صروح صناعيه عملاقه هو ده المحل الكبرى الحديد والصلب مجمع الالومنيوم طبعا حضرتك من الصعيد وعارف ده وشفت غزل ونسيج في اسيوط كيما اسوان وطبعا يعني انت يعني اللي بيتكلموا على اهمال الصعيد او عدم تنميه الصعيد لا عبد الناصر كانت لديه رؤيه مستنيره. خلي بالك في التصنيع ده كانت هناك رؤيه حاكمه يا استاذ حسان يعني مثلا عندنا مصنع الكوك فيدي لمصنع حديد الصلب اللي يدي لمصنع الرقائق اللي يدي لمصنع السيارات سلسلة. اللي شفت الرؤيه عامله شوف هذا الفكر العبقري انه مصنع بيسلم مصنع بيسلم مصنع عشان يبقى في النهايه عندي منتج اقدر اصدره. احنا كنا بنصنع طياره اسمها كايرو 200 احنا بنصنع الموتور قلب الطائره صحيح. والهند بتصنع البادي للاسف شديد الهند هي اللي خدت المشروع بعد كده لكن احنا كنا نجحنا في هذا. فانت عندك مشروع يعمل على الانسان لما تبص على التعليم تعليم اللي احنا بنحاول دلوقتي الحقيقة لكن لا تعليم 50 أو 60 حاجة تانية خالص. أرجوك ارجع إلى ما قاله الدكتور أحمد زوير رحمه الله عندما قال عشرات المرات عندما ذهبت إلى أمريكا وجدت أن التعليم الذي تركته في مصر لا يقل أبدا عن التعليم الذي وجدته في أمريكا ولذلك انخرطت مباشرة بدراسات العليا. عليك أن تراجع آلاف الأسماء من العلماء والمفكرين والشعراء والروائيين والقصصين والمفكرين الذين خرجوا نتاج تعليم الخمسينات والستينات صحيح. ثقافة تنوير أنت ما في صرح ثقافي في مصر إلا وعليه بصمات جمال عبد الناصر كان هنا ما يسمى بالقوى الناعمة هو يعني ده هو ده يعني الكتاب وزين بحجم نجيب محفوظ توفيق الحكيم أنيس منصور يوسف إدريس حتى يعني السينما المسرح ايضا صحيح. كان لدينا مشاركات في مهرجانات عالميه موسكو طبعا كان اسمح لي هذا الاسبوع في مقالي الحقيقه انا سقطت مصطلح اعتقد انه جديد انه الناس بيقول لك الديمقراطيه الليبراليه بشكلها اللي هو الاحزاب والاخر يعني. وكانهم يتباكون على ديمقراطيه ما قبل ثوره يوليو اللي كان نص الاحزاب يتبع سرايا الملك ونصف الاحزاب يتبع سرايا المندوب السامي البريطاني. حزب الاغلبيه الكبير وهو حزب الوفد ارتضى ان يذهب الى الحكم على ظهر دبابه انجليزيه في حادث 4 فبراير 42 يعني هذه هي الديمقراطيه الليبراليه. اكثر من 95% من دول العالم في وقت ثوره يوليو لم يكن هناك في ديمقراطيه ليبراليه، لكن ثوره يوليو ابتكرت نوعين من الديمقراطيه. الديمقراطيه الاجتماعيه اللي هي العداله الاجتماعيه وده صلب المشروع الناصري والديمقراطيه الابداعيه. وانا اتحدى اي مجتمع في العالم الثالث لديه ديمقراطيه ابداعيه كما كانت لدى دوله عبد الناصر. شو عليك ان تراجع مثلا قصص روايات ميرامار او ثرثرة فوق النيل، البنك القلق او سلطان الحائر، شيء من الخوف، كل مسرح الستينات نعمان عاشور والفريد فرج ومحمود دياب وسعد الدين وهبة، كل هؤلاء لدرجة انه المشير عامر اراد ان يعتقل توفيق الحكيم لما كتب بنك القلق وسلطان الحائر. استاذ هيكل تدخل فورا وابلغ الرئيس عبد الناصر بعد جامع عبد الحكيم وقال له يا حكيم بقى يكتب يوميات نائب في الارياف ايام الملك ويسيبوه وعايز انت تعتقله؟ هذه رؤيه مثقف، عبد الناصر كان مثقفا رفيع الثقافه ولذلك انحاز بكلياته الى الثقافه، وده يرد يا استاذ حسان على من يدعون ان عبد الناصر كان دكتاتورا. الدكتاتور لا يعلم شعبه، لا يثقف شعبه، لا يحدث تنميه لدى شعبه، فمعدل النمو في مصر من 57 ل 67 كان 7% 69 كان معدل النمو 8% 69 كان عندنا لاول واخر مره في تاريخ مصر فائض في الميزانيه العامه للدوله 46.8 مليون جنيه. الجنيه كان ب 3 دولار لحد ما راح لعبد الناصر. يعني الكل هل هذا كل هذا هو اعطى يعني التأييد الشعبي الجارف لهذه الثوره؟ هو ده ان انت في الاخر هذه الانجازات منحازه للبشر منحازه للغالبيه العظمى من البشر. يعني في تقرير طالع في 51 تقرير امريكي بيتكلم على مجتمع النصف في المية
تتخيل انت النصف في المية ده اللي بيتحكموا في 99.5%. فعبد الناصر استطاع بسياساته دي ان يخلق طبقة متوسطة بتساوي من 60-70% من المجتمع. خلي بال حضرتك انه هذه الطبقة المتوسطة هي الحامية للمجتمعات. صحيح. وهي الضامنة لامن وامان المجتمعات. عشان كده احنا ما زلنا حتى الان نطالب الحكومة الحالية في مصر ان تحافظ على الطبقة المتوسطة. لان هذه الطبقة تمنع احتكاك الطبقة الدنيا والطبقه العليا. دي الطبقتين دول لو احتكوا ببعض بتبقى في كوارث حقيقيه. ما هو اي مجتمع لازم يبقى يقوم على يعني على قوه وثبات، يبقى عنده طبقه وسطى قويه وثقافه متعلمه. دي الطبقه الحاميه والضامنه، تحمي المجتمع وتضمن امانه وامنه. لان الطبقه الوسطى اللي هو احنا الغلابه اللي هم في النص، اللي هم الموظفين والمصطفى، اللي هم الناس اللي متعلمين وعندهم استناره. فانت تخيل انت بقى، شوف حضرتك العداله الاجتماعيه في الخمسينات والستينات لم يكن عندنا بطاله، معدل البطاله 0%. تعليم جيد، ثقافه مستنيره، عشان كده قدرت تهزم الاخواني يا استاذ حسني كمان. صحيح. قدرت تهزم الاخواني بالعداله الاجتماعيه، فابطلت مفعول الكيس الاخواني، ما بقاش في حد محتاج الكيس الاخواني. ان انت عندك وظيفه محترمه تضمن لك الحد الادنى من الحياه الكريمه، وعندك ثقافه وتنوير، والاخوان طول عمرهم على عداء سافر مع الثقافه والتنوير، وعندك امن. فاللي يتفلت من العداله الاجتماعيه والثقافه يبقى يستحق تدخل الامن. لو انك بقى عملت مشروعات حقيقيه في العداله الاجتماعيه والثقافه، سوف تترك القوات المسلحه تحمي الحدود، وتترك الشرطه تحمي الامن العام، ولا تحملهم اعباء فوق اعبائهم في مقاومه الارهابيين. بالمناسبه الجيش، يعني ازاي تم في ثوره، يعني بعد ثوره 23 و52 تم تطبيق مبدا التجنيد الاجباري ده، اللي اصبح اللبنه الاولى لتكوين جيش وطني يحمي الوطن؟ مظبوط. كانش عندنا جيش بعد ده. شوف، هو طبعا كان عندنا، انت عارف الجيش مر بعد محمد علي حاول يعمل جيش من التراكوة والالبان والاخره، فشل. حاول يعمل جيش من السودانيين وفشل. ثم ابراهيم باشا هو اللي قال له اعمل جيش من المصريين، واثبت جداره اكتسح بها العالم الى ان اوقف في 1840. ولما جم الانجليز احتلوا مصر، خفضوا الجيش المصري الى اقصى درجه. لما جت بوادر الحرب العالميه الثانيه، اضطر الانجليز ان يسمحوا بتجنيد عدد اكبر من الضباط. صحيح. ودي الدفعه اللي دخل فيها جمال عبد الناصر وانور السادات وعبد الحكيم عامر وكمال الدين، اللي هم اعضاء مجلس قياده الثوره او الضباط الاحرار. لما جت ثوره يلو، اهم اهدافها يا استاذ حسان هم 6 اهداف: 6 للبناء، اقامه كذا، و6 القضاء على كذا. القضاء على الاقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء يعني على الراسماليه وتحكمها في الحكم. اهم بند في البنود الستة هو اقامة جيش وطني قوي. منذ هذه اللحظة، منذ لحظة مولد هذا الهدف من الاهداف الستة وحتى الان، والجيش المصري وطني وقوي. ودائما وابدا الجيش المصري يضبط بوصلته على توجهات الشعب المصري. عليك ان تراجع من 52 وحتى الان 66 سنة، تجد ان الجيش دائما بوصلته في اتجاه الشعب. وأدل على ده لما في فبراير 2011، لما الشباب راحوا عند الاتحادية وجدوا أن مدافع الدبابات موجهة للقصر الجمهوري وليس إلى الشارع. يعني هي مع الشارع، مش ضد الشارع. فالجيش ده أهم بند من بنود. ودي يمكن علاقة رابط حار فيه العلماء أو المؤرخين عبر التاريخ، إزاي في رابط ما بين الشعب وما بين الجيش. هو الشعب، لأنه ما هو الجيش هو ده اللي حضرتك. هو الشعب ده مين؟ الجيش ده مين قصدي؟ هو الجزء المنتخب من الشعب، هو الجزء او التكثيف البليغ على راي اخواننا في علماء اللغه للشعب. حضرتك ليك اخ او ليك ابن اخ او اخ او 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 او, أو, أو اب أو, او عم او خال او ابن خال، يعني كلنا. لا يوجد مواطن مصري الا وله مندوب في القوات المسلحه المصريه او الشرطه المدنيه، مفيش على الاطلاق، كلنا لنا مندوبين. فدول خلاصه الشعب المصري. ومن اول ما ثوره يوليو قالت جيش وطني قوي، هو الجيش لا يعلي الا قيم الوطن العليا وفقط، هو انتمائه لهذا الوطن، انتمائه لهذا الشعب، حريص كل الحرص على المصالح العليا للشعب المصري. ازاي يا استاذ محمد، يعني في رايك ان ثوره 23 امتد اثرها على المحيط، على افريقيا، على العرب، وكانت ملهمه للثورات؟ ده شيء مهم جدا. ازاي شفنا ذوالفقار علي بوتو، وازاي شفنا باتريس لومومبا في زيمبابوي، نكروما، مانديلا، حتى كيف امتد يعني روح الثوره، وكيف استلهمها المجاورون من دول افريقيا والغربيه؟ هذا الشاب الصغير اللي اسمه جمال عبد الناصر، اولا فكر عبد الناصر في الضباط الاحرار من حادث 4 فبراير 42، لما احس ان ملك مصر قد اهين. المندوب السامي دخل على الملك وقال له ده انذار، اما ان تقبل بحكومه برئاسه النحاس باشا، واما ان تعزل. وانا انتظر
أن أسمع. بص شوف شوف الكلام القاسي، أنا أنتظر أن أسمع منك أنك قد وليت النحاس باشا. والملك رضخ طبعا ساعتها. فجي عبد الناصر الشاب اللي كان عنده 34 سنة في 52 53 أصدر كتاب صغير قوي يا أستاذ حساني، أكيد أنت قريت اسمه فلسفة الثورة. فلسفة الثورة ده منافسته عبد الناصر حدد فيه حركة مصر بعد ثورة يوليو في ثلاث دوائر، الدائرة العربية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية. وهو بعد كده شارك سنة 55 في صنع دائرة رابعة اسمها عدن الحياس، كان مع نهرو ومع تيتو في الدائرة العربية. طبعا أعلى من قيمة القومية العربية اللي أصبحت بعد شعار أصبحت دليل قوي، وشفت حضرتك مصر عملت إيه عشان تحرر الثورة الجزائرية والثورة المغربية والثورة التونسية والثورة الليبية والثورة السودانية. يعني مصر كانت داعمة لكل الثورات العربية. في إفريقيا بقى لما مصر عملت ثورتها 52 لم يكن في إفريقيا إلا دولتان فقط محررتان، ليبيريا وأثيوبيا. مصر ساعدت في تحرر 50 دولة إفريقية، 50 دولة إفريقية. مانديلا، بالمناسبة مانديلا مولود في يوليو 2018 يعني بعد عبد الناصر بخمس شهور. له مقولة يا أستاذ حساني تبهرك، بيقول إيه؟ كنت أقف على أطراف أصابعي عند خط الاستواء، يعني في جنوب أفريقيا، محاولا أن أرى تلك الهامة الإفريقية العظيمة لجمال عبد الناصر. شوف المعنى المعنوي، طبعا هو لا يمكن هيشوف من تحت يشوف شوف عبد الناصر، لكن هو بيقول انه هو ده النموذج، هو ده. عشان كده جماعه عبد الناصر او ثوره يوليو ساندت حزب المؤتمر ضد تمييز العنصري في جنوب افريقيا. ده صحيح. وكل طبعا كل الدول نكروما ولمومبا ونيريري وكل كله كله جه خرج. من لم يكن له مكتب لحركه التحرر في الزمالك فلم تكن هناك حركه تحرر. فاذا 50 دوله. الرئيس فيدل كاسترو الله يرحمه يقول لك ايه لما شاف عبد الناصر سنه 60 في الامم المتحده؟ قال له فخامة الرئيس كنا بضع مئات في جبال كوبا، وعندما انتصرت في حرب سيوس اللي هو العدوان الثلاثي على بورسعيد تأكدنا أن الثورة الكوبية سوف تنتصر. وجي جيفارا مصر زار جيفارا اللي هو أيقونة الثوار في الستينات، جي وعلى اعتبار أن عبد الناصر هو زعيم ثوار العالم. يعني شفت وطبعا في أمريكا اللاتينية في آسيا هقول لحضرتك برضو معلومة ربما السادة مش هيدي ما يعرفوهاش. الصين الشعبية شوف الصين الشعبية العظيمة دي اللي هي إحدى الدول الخمس الكبرى يعني كانت منبوذة، وكان الغرب متآمر عليها ألا تأخذ مقعدها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكانوا حاطين مكانها حاجة صغيرة اسمها فورموزا اللي هي تايوان. تعرف ان تايوان جزء من الصين، خلاف مستمر الآن بينهم ومنعين. فجي في مؤتمر باندونج في اندونيسيا 55 شوان لاي بيقول لعبد الناصر نعمل يعني الوضع ده، الصين نص العالم دي. فقال له سوف أعترف بالصين الشعبية. فقال له يا فخامة الرئيس يعني أخشى أن يسبب لكم هذا متاعب يعني. قال له لا، احنا مع الحق، مصر مع الحق. واعترف عبد الناصر بالصين الشعبية، فإذا بالعالم الثالث كله يعترف بالصين الشعبية فتعود إلى موقعها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تخيل أنت قادر تأثر في العالم كله. لما جه يعملوا حلف بغداد يا أستاذ حسان، حاول ايزنهاور بكل الطرق انه يقنع جمال عبد الناصر، فيقول له طب انت عايز تعمل حزب ليه؟ يقول له عايزين نحاصر الاتحاد السوفيتي وتهديداته من الجنوب. فقال له انا تهديداتي مش الاتحاد السوفيتي، انا تهديدي على بعد خطوتين في الكيان الصهيوني. فيجي ايزنهاور يقول للمخابرات الامريكيه دوروا لي على نقطه ضعف عند عبد الناصر، فيقولوا له مالوش. قال لهم ده انا ايزنهاور عندي نقطه ضعف. فقالوا له بقى شوف الجمله العبقريه دي يا استاذ حسان. قالوا له المخابرات ده كلام وثائق يعني، قالوا له مشكلتنا مع ناصر انه بلا رذيله وانه عصي على الافساد. يعني كانوا جربوا معاه، حضرتك فاكر شنطه الفلوس اللي جابوها فعمل لهم برج القاهره. يعني البرج القاهره اللي لغايه دلوقتي ده نموذج على فكره محاوله الامريكان افساد جمال عبد الناصر، فاخذ هذه الاموال وصنع اقام بها اعلى يعني مبنى في القاهره حتى الان. قولي هل الشخصيه اللي يعني اثرت في العالم ده كله يعني نابعه ايضا من تدعيم زي ما قلنا يعني الفن والثقافة والفكر، وأن الشخصية الثقافية كان لها دور بارز في أنها تشعب نورها على المحيطين، وخاصة أنه بعد ثورة يوليو تم إنشاء أول وزارة للثقافة وكيف أن هذه الوزارة يعني كان لها دور في إلهام المبدعين كتاب ومفكرين، وبالتالي أثرت هذه الشخصية الثقافية المصرية بإلهام على المحيطين. ده حقيقي. شوف فكرة أنك تفتح كل النوافذ والأبواب والأشرعة لأي صاحب إبداع. فلو حضرتك بصيت على عدد المبدعين اللي تمخضوا عن هذه التجربة، لو عدت لك في الرواية مثلا
عشرات الاسماء اللي هم موجودين لغايه دلوقتي. يعني لغايه دلوقتي موجود طبعا ربنا يديله الصحه يوسف القعيد وابراهيم عبد المجيد، وطبعا كان موجود ابراهيم اسطان وكان موجود سعيد الكفراوي ومحمد البساطي وموجود لسه محمد سلماوي، يعني عدد ضخم جدا من، وطبعا الدكتور المخزنجي ربنا يديله الصحه والعافيه، يعني عدد كبير جدا من الكتاب الشعراء بقى، عدد صلاح عبد الصبور واحمد عبد الحجازي والابنودي وسيد حجاب وصلاح جاهين وفؤاد الحداد، يعني مش هتقدر تتخلص العدد اللي خرج من هذه العباءه، لانك انت اديت فرص حقيقيه. وده الحقيقه مبدا انا بارجو ان احنا نعممه، عندما تعطي الفرصه الحقيقيه لصاحب الكفاءه الحقيقيه فلا بد وان تحصل على منتج حقيقي يفيد الامه قبل ان يفيد صاحب الفرصه. وحكايه الامه انه فعلا كان المثقف ايامها او الاديب يعني بيحس فعلا بهويته المصريه الثقافيه وبهويته العربيه كمان. لا صحيح، عشان كده مثلا في كل مناسباتنا الوطنيه لا نجد الا اغاني الخمسينات والستينات. صحيح، يعني انت من بعد من منتصف السبعينات حتى الان انتج مئات الاغاني لا نتذكر منها شيء، لانها يعني اغاني مناسبات بتتنسي. زي انا كنت مره بتناقش مع صديقنا الفنان احمد الحجار، فبقول له يا احمد الاغاني هذه الايام بتتزحلق من على الودن، فعجبته اول مصطلح ده انه لا، الاغاني الثانيه يا استاذ حسني راسخه في وجدانك. شوف عبد الحليم حافظ وهو بيغني، ولا سيده ام كلثوم، ولا عبد الوهاب، ولا سيده فايزه، ولا ورده، ولا نجاة، يعني ولا شادي، يعني لا انت ما لا، هذا الزخم لانه في صدق وطني قبل ما يكون في صدق فني. الصدق الوطني وانه الفنان عارف انه بيشارك بدور ودور حقيقي، وانه عارف ان ده انه هو جزء من كتائب حقيقيه للدفاع عن الوطن. انت لما تشوف مثلا في حرب 56 وازاي الفنانين راحوا عملوا قعدوا في الاذاعه رغم ان الاذاعه انضربت، وانه الطويل يكتب يعمل موسيقى اسمها والله زمان اصلاح، فيسمح لسيد ام كلثوم فيكلمه صلاح جاهين فيجي يكتب كلام، ده كان بيألف ويغني في نفس اليوم، في نفس اليوم، وتسجل ويصبح هذا النشيد هو النشيد الوطني المصري بعد 56. وعد بقى عد 10 في 67 عملوا نفس الحكايه، الفنانين كلهم راحوا الاذاعه وعملوا كتيبه. انت كان عندك كتائب حقيقيه من المبدعين، هي حائط صد الاول. انت 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 الثقافه دي او القوى الناعمه دي انت لو فعلتها لأرحت الجيش والشرطة، لان القوة الناعمة دي بتخاطب العقول والوجدان وتستطيع ان تقاوم فتن الاخوان وغيرهم. وده اللي بنبحث عنه حاليا، اللي احنا بنتكلم على تكسير او يعني وجود جسور ما بيننا وبين الدول الافريقيه والعربيه مره تاني، لما نتكلم مثلا على عودتنا مره اخرى لافريقيا. مظبوط، لكن انت ازاي تستلهم يعني ما حدث في الستينيات من القوى الناعمة سواء في المسرح او الرياضة او الفن. انا رحت اوغندا وشفت الـ 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 الرئيس موسيفيني، وكان وانا اللي كنت منظم الرحلة وكنت واخد معايا فرقة اسوان فنون الشعبية. ولما عرف انه الفرقة دي نوبية، والله يا استاذ حسين هذا حدث، وده من الناس ساب ام البروتوكول ووقف وسألهم عن ثلاث كلمات، بقرة وامرأة وطفل بالنوبي يعني ايه. وانا ساعتها طرحت عليه فكرة، قلت له فخامة الرئيس هل ممكن نعمل قاموس انجليزي، هم بيتكلموا انجليزي، انجليزي نوبي عربي؟ قال لي ارجوك نعمل ده. جيت عرضت على وزارة الثقافه ساعتها، كان في 2011 2012 كده، ما حدش استجاب على اي حال. لكن قال ايه بقى موسيفيني؟ قال ان الرئيس عبد الناصر هو نبي افريقي. وقال لما في عام الرمادة اللي حكمونا الاخوان فيه ده، قال لمحمد مرسي في القمه الافريقيه، قال له لن نتعاون معكم لانكم تكرهون عبد الناصر. وعبد الناصر هو نبي افريقي. تخيل ده موسيفيني لسه بيحكم لغايه دلوقتي، وكان لسه عندنا في زياره من كام اسبوع، وراح زار متحف عبد الناصر وكتب كلمه بيقول له اتعلمت منك وما زلت اتعلم منك. في بالمناسبه ثلاث بوابات عملاقه نقدر نخش منها لافريقيا يا استاذ حسان، جمال عبد الناصر والازهر الشريف والكنيسه المصريه. وللاسف حتى الان لم نستثمر الثلاث بوابات العملاقه دي كما يجب ان تستثمر. انت روح قول عبد الناصر في اي دوله افريقيه لغايه دلوقتي، الناس بيعشقوا هذا الرجل ويشعروا بالامتنان تجاهه لانه هو اللي سند حركات التحرر. الازهر الشريف له مكانه رفيعه جدا في افريقيا، الكنيسه المصريه لها مكانه رفيعه جدا في افريقيا، انت يجب ان تستخدم دي قوتك النعمه. دي قوتك النعمه، النعمه لما تقدر تروح هناك تقدر تستعيد جزء مما فقدته على مدى ال 40 سنه او ال 45 سنه اللي الماضيه. دي كانت هي نقاط الضوء، انت يعني تعلمت الافارقه وعلمت العرب في لحظات طبعا يعني كان مصر هي الملهمه في الدول ده العربيه. ده صحيح. وبالتالي انت غرست يعني اجيال بتدين ليك بفضلك، يعني لحد دلوقتي تلاقي زعماء وخاصه في الامارات العربيه المتحده يقول لك احنا كان مدرسينا مصريين. ده مش كده، في بعضهم في الدول العربيه تعلم على حساب المؤسسه الرئاسه المصريه، وبعضهم اصبح وزراء. يعني انا في حل ان اقول الاساتذه المصريين، خلي بالك عملوا ايه بقى. مصر عملت ايه؟ كانت ترسل البعثات التعليميه والطبيه والهندسيه ومعاها معداتها وتحصل على رواتبها من الخزانه المصريه. ف
فانا دايما بقول دايما الحقيقه كم يساوي اخراج مواطن واحد من ظلمات الجهل الى انوار العلم. اخدت بالك؟ فلما اشقائنا النهارده يمدوا يد المساعده والعون الى مصر، فطبعا دي مساله عاديه جدا ان انت مصر سباق، وطبعا بين الاشقاء والاخوه مفيش انا اديت وانت اديت ولا حاجه، لكن في بعض الشباب الصغير مبقاش فاهم، يعني يطلع يقول لك اصل احنا ادينا او لا لا, لا 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 انظر الى التاريخ، تاريخ انت كان بتروح بعثات كامله معها ادوات الكراسه والقلم والكتاب وكل المعدات، وتحصل على رواتبها من الخزانه المصريه. شوف الى هذا الحد هناك العطاء للعروبه وللعرب، وحرصك على ان يعني تعلم هؤلاء الاشقاء لكي ينهضوا، وبالفعل استطاعوا في النهايه ان يحصلوا على استقلالهم. الامارات العربيه دي كلها اللي هي قطر والبحرين والامارات السبعه في الدول، الامارات لم تكن محرره تحت الاحتلال الانجليزي حضرتك عارف يعني، لكن دخول مصر ومسدد ثورة اليمن أدى إلى تحرر هذه الدول، معها كمان عمان. والحقيقة بعضهم ما زال حتى الآن الحقيقة بيدين بالفضل، ويقف يعني يستشعر المنة والفضل لمصر في الفترة الخمسينات والستينات، ويقف موقف الحقيقة يعني يثاب عليه هو أيضا يعني. طب يا دوب نتحدث يعني يا أستاذ محمد حول هذه النقاط المهمة المضيئة لي الثقافة المصرية، التعليم المصري حتى في الصحة أيضا، وتقديم كل هذا الدول الأفريقية والعربية حتى الأمريكا اللاتينية وغيره، كيف يمكن أن نستلهم الدروس المستفادة من هذه الثورة في هذا الوقت الحالي، في أننا أيضا نجسر أو نعيد الجسور مرة أخرى مع هذه الدول؟ دعني أحييك أولا على استخدامك لفظة نستلهم، لأن أنا هذه اللفظة أستخدمها منذ عدة سنوات. استنساخ تجربة عبد الناصر مسألة صعبة جدا، لأنه هي تجربة ابنة زمانها وابنة عصرها وابنة كاريزما جمال عبد الناصر شخصيا، لكن استلهام التجربة شيء ضروري وحتمي، لابد وأن نستلهم هذه التجربة في العدالة الاجتماعية، في الحرص على الاستقلال الوطني، في التصنيع، في مد جسور التعاون ما بين العرب والعرب. خلي بال حضرتك العرب يعني نجتهم في وحدتهم، نجتهم لن يتم نجدة العرب ونجتهم من حالة الاستهداف الغريبة اللي هم فيها دي. تعرف انه مطلوب ال 22 دولة يبقى 54 دولة، مطلوب خلاص، ده مخطط معمول من سنة 82 ونشر في مجلة اتلانتا، نشر التقسيمات يا كانتونات صغيرة كده على شكل قطر كده عشان يبقى القوى الاعظم في المنطقة كيان الصهيوني. فانا يعني اربى باي عربي ان يجلس حتى نقول لبعضنا البعض لقد اكلت يوم اكل الثور الابيض. لا نريد ان يتآكل الوطن العربي جزء بعد جزء بعد جزء، خدت بال حضرتك، ثم في الاخر نبكي جميعا على الاطلال. فالوحدة العربية او ايام عبد الناصر كان الراجل بيتكلم على وحدة مصير، خلينا دلوقتي نتكلم على وحدة مصالح. تخيل انت لو اموال الخليج مع اراضي السودان مع العمالة المصرية الماهرة، خلي بال حضرتك، خلي بالك دي ممكن يعمل ايه. انت بدل لو اخواننا في الاشقال في السعوديه بدل مدوا الامريكان 470 مليار دولار في زياره ترامب الاخيره للرياض مثلا، انت محتاج بس يعني نصهم للدول العربيه تعمل نهضه ملهاش حل يعني. خدت بالك المملكه لها 750 مليار ودائع في امريكا. فانت لا، انت عندك اموال عربيه بقدرات عربيه وعقول عربيه ومقدرات عربيه، اللي هي السودان عنده 61 مليون فدان يا استاذ حسن، 60 مليون فدان سله الغذاء في افريقيا. تقدر لو انت شفت، تخيل انت بدل ما انت مصر بتستورد 10 مليون طن قمح كل سنه، صحيح بتستورد 90% من الزيت، بتستورد مش عارف دوله المستورده رقم واحد للفول، ده مهم، كله تزرعه في السودان وباموال عربيه وبايادي عربيه واستثمارات عربيه وانت الرابح. ده هو ده المهم طبعا. اللي في الختام نقول يعني الثورات هي دايما تؤدي الى احداث تغيير جذري شامل، سواء كان في البناء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، وربما ما هو ابعد من الدوله من خلال ايديولوجيه متكامله تعبر عن الواقع الفعلي للوطن والمواطنين وايضا للمحيط بهذه الدوله. وهذا ما حدثته حقيقه ثوره 23 يوليو عام 52 عندما احدثت التغيير في الايديولوجيه وفي الافكار وفي الهويه وفي الثقافه المصريه والعربيه والافريقيه وحتى في اللاتينيه، واحدثت نوعا من التحول الى ديمقراطيه جديده بفضل هذه الثورة المباركة. أشكركم في هذه الإطلالة، وأشكر ضيفي الصحفي الكاتب والمؤرخ العسكري الأستاذ محمد الشافعي، أشكره كل سنة وأنتم طيب. كل سنة وأنتم طيب، وكل سنة والعرب بخير إن شاء الله. ودائما مصر والعرب بخير ما زالوا أو ما داموا متوحدين ويسيرون على هذه الثورة أو على خطى هذه الثورة المباركة، ثورة 23 يوليو 52، وأشكركم وإلى ملتقى.